ديال الاشتغال ديال 16 جمعيه في تونس وفي المغرب محليه اللي اشتغلوا على الماء والساحل والغابه، واللي كان الهدف ديالهم هو ان الربط ما بين الاشكاليات الواقعيه ديال الماء وديال الحطب وديال الرعي الى اخره مع المشكل ديال التكيف مع المناخ، لان المناخ اصبح واقع. العلماء ديال الجهه كيف تنبؤوا تجاوزنا كاع التوقعات والحراره ارتفعت بواحد الشكل قياسي سنه بعد اخرى وشهر بعد اخر، التساقطات ولات كتعطينا اشكاليات كبيره في المدن وكذلك في المناطق القرويه، وهذا الشيء غادي يتزاد بواحد السرعه كبيره. هذا الشيء علاش كل العالم كيدخل دابا رجع لاتفاق باريس، وكل العالم دابا كياخذ واحد المنعطف ديال يغير النموذج التنموي ديالو كله باش يرجع محترم للمناخ، محترم للبيئه، وهو اللي كيخلق فرص ديال الشغل وخلق الثروه باليات جديده ديال التنميه مختلفه تماما. وهذا المنعطف بعض الدول دابا كتاخر وبعض الدول قدام كتقدم، وجات مع الازمه ديال الكوفيد اللي عطات واحد الاقلاع مغاير. كاينين اللي بغاو الاقلاع باش يرجعوا للنموذج الرمادي القديم ديال الاقتصاد، وكاينين اللي اقلاع باش يمشوا للجديد. المغرب في الحقيقه كان عنده السبق في المناخ في الطاقات المتجدده، ولكن لاحظنا بان هذاك السبق خصو يحافظ عليه. ففي البرنامج الحكومي الجديد كلمه مناخ ليست وارده، وكذلك رغم ان هناك وعي من طرف لان كاين هناك الان وزاره ديال الانتقال الطاقي، وزاره ديال الماء اللي كيهتموا بهذا الشيء، ولكن مازال ما بانش بوضوح التكيف، لان 100 مليار اللي كنطالبوا بها المنتظم العالمي والدول الملوثة باش تكون سنويا بدات كتعطي امكانيات ضخمه. وفي كوب 26 غتكون واحد ارقام في الحقيقه جد مهمه، ولكن المغرب باش يستافد 50% اللي خدتش التكيف فقط، لان التكيف هو اللي كيمس الطبقه الضعيفه وكيمس المنظومات ديال افريقيا بشكل كبير. وهذا الشيء علاش افريقيا ديما كانت كتقول بان ما نمشوش على التخفيف، النقص من التلوث، خصنا كذلك نمشوا القدره ديال الفهم ديال الدوره الفلاحيه، الدوره المائيه، نفهموا طريقه البناء، هذا الشيء كل شيء، طريقه اعداد القناطر، كل شيء خصو يتبدل، وهذا الشيء خصو امكانيات، وخصو جميع السياسه الداخليه على المستوى الجماعات والجهات ولا كذلك الوطنيه، اضافه للتعبئه ديال الامكانيات الماليه تمشي في نفس الاتجاه بالتنسيق والادماج ديال السياسات. لان الان كنلاحظوا بان عندنا شويه واحد التردد، وعندنا المساله الاقتصاديه والاجتماعيه بحال غالبه، وكاين هناك تراجع ديال المساله المناخيه وكذلك البيئيه.